I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. هو واحد من أكثر الممثلين ثراء في تركيا. بدأ التمثيل على المسرح وحصل على أول أدواره التلفزيونية في مسلسل حكاية عشق، تبلغ قيمة ثروته ما يقارب مليوني دولار. هو ممثل تركي ناجح له شعبية كبيرة في الوطن العربي، اشترك في برنامج نجوم تركيا واحتل المركز الأول، مما أتاح له الاشتراك بدور صغير في مسلسل الغريب سنة 2004، تقدر ثروته بثلاثة ملايين دولار. تعد الممثلة نسليهان من أشهر الممثلات في تركيا والوطن العربي. بعد كل الأعمال التي قدمتها خلال مسيرتها، آخرها كان مسلسل ابنة السفير، بالإضافة إلى تقديمها لعدة إعلانات تجارية لماركات عالمية. يبلغ صافي ثروتها منذ بداية مسيرتها التمثيلية إلى 4 ملايين دولار أمريكي، نظراً لأنها دخلت مجال التمثيل في سن مبكر منذ أن كانت في 13 من عمرها، وبهذا تكون أصغر وأطرى الممثلات التركيات. هو ممثل ومذيع وعارض أزياء تركي، تم اختياره كأفضل عارض في مسابقة عارض المستقبل والوصيف الأول في مسابقة أفضل عارض في تركيا. في عام 2006 بدأ الظهور على شاشة التلفزيون من خلال مشاركته كضيف شرف في مسلسل الساحرة المبتدئة، تقدر ثروته بخمسة ملايين دولار. بدأت حياتها المهنية في مجال تقديم النشرات الإخبارية، ثم قدمت العديد من الإعلانات التلفزيونية والتي ساعدت على شهرتها في الوسط الفني، وقد أثبتت تفوقها وموهبتها الفنية عندما شاركت في الأعمال الدرامية التركية كمسلسل حريم السلطان وفيلم وادي الذئاب فلسطين، تصل قيمة ثروتها إلى أزيد من 5 ملايين دولار. استطاعت الممثلة التركية هاندا أن تحقق ثروة كبيرة في وقت قصير نسبياً بعد النجاح الذي تعيشه في الفترة الأخيرة، فقد صرحت وسائل إعلام محلية أن هاندا حققت ثروة منذ بدايتها الفنية تقدر بين 3 و5 ملايين دولار أمريكي. هي ممثلة تركية شهيرة، قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، حظيت بشعبية كبيرة بعد مشاركتها في مسلسل العشق الممنوع، وزادت شهرتها أكثر بعد أدائها لبطولة مسلسل أسميتها فريحة، تبلغ قيمة ثروتها 7 ملايين دولار. هو ممثل وعارض أزياء سابق، فاز في مسابقة أفضل عارض أزياء في تركيا وحصل على لقب ثاني أفضل عارض أزياء في العالم. شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، أهمها مسلسل حريم السلطان وحب أعمى، تبلغ قيمة ثروته أزيد من 8 ملايين دولار. تعتبر أصلي من النجوم الأكثر ثراء في تركيا، حيث تصل ثروتها إلى حوالي 10 ملايين دولار أمريكي، وتحتل المرتبة الأولى في قائمة أغنى 10 فنانين أتراك. تصنف بيرين من بين أهم الممثلات في تركيا وأعلاهن أجراً، تبلغ صافي ثروتها بإحدى عشر مليون دولار. اشتهرت في العالم العربي من خلال مسلسل العشق الممنوع بأدائها المتميز.